وسعداء بالانجاز امبارح اللي شفناه، حاجه كانت مشرفه حقيقي. أكيد. وهنبدا من هنا يعني، وبصراحه شديده استاذ محمد، هل كنت متوقع هذا الاداء والنتيجه من السعوديه؟ أنا بمناسبة التوقع ده هقول لحضرتك على حاجة. أنا كنت من أوائل الناس اللي كتبت امبارح الساعة 8 الصبح، كتبت بوست على الفيسبوك قلت لهم أنا قلبي بيقول إن السعودية هتعمل حاجة قدام الأرجنتين. بجد؟ طبعا جالي أكتر من 100 تعليق كله عمال يقول لي يا عم بقى إزاي إحنا لو خسرنا ثلاثة هيبقى مكسب مش عارف إيه إيه. المهم ان لما جه بدات المباراه طبعا الناس دي كلها الحمد لله تحولت من هم من بعد ما كانوا بيتريقوا عليا دخلت اعتذارات ليا هيقولوا لك الحمد يا شيخ لله. محمد. ما هم قالوا فعلا يا شيخ محمد. فالمباراه كان انا توقعت المباراه مش علشان خاطر نتيجه مباراه الواحد بيتوقعها ويقول يعني يا مكسب يا خساره يا بتسيب يا بتخيب بمعنى اصح، لا هو انا تابعت المنتخب السعودي، هم معاهم مدير فني ممتاز الفرنسي هيرفي رينارد اللي كان معروض على في مصر كان في 2018 وللاسف يا ريتنا كان جه والله. ما هو يعني مش هقول لك بقى منهم لله اللي كانوا السبب يعني. هقول لك تمام منهم لله اللي كانوا السبب يعني ان هم رفضوا. دعوه صباحيه مجابه. يعني هيرفي رينارد يعني كان انا كان نفسي يجي يدرب منتخب لان هو ده فعلا كان مشروع بجد للمنتخب كان هيبني جيل كبير. مفيش منتخب او فريق هو دربه الا الحمد لله وحقق نتيجه رائعه معاه طبعا بصراحة. في المغرب هو مدرب، انا سبق والتقيت مع هيرفي رينارد في المغرب لما كان قبل مونديال روسيا، مدرب عنده شخصيه، مدرب قوي جدا، اللعيبه بتخافه، احنا كنا شفنا فيديوهات امبارح لهيرفي رينارد ما بين المباراتين اتخانق مع اللعيبه بتاعت السعوديه بعد اداء اللي هم عملوه في الشوط الاولاني اللي احنا من وجهه نظرنا كانوا ادوا اداء كويس، لكن هو ما كانش عاجبه، دخل في اللقاء ما بين الشوطين راح قال لهم انتوا لازم تحترموا الجمهور، لازم تعملوا كذا، وبقى بيتخانق مع اللعيبه، تحس ان هو كان خسران 4-5. انا كنت بتابع المنتخب السعودي في الفتره اللي فاتت، هو عامل اداء، عمل تشكيله جميله جدا جدا، صنع لعيبه حط عندهم الروح ان هم يكسبوا، احنا كلنا شفنا اول مره نشوف المنتخب السعودي يلعب بالروح والحماس والرجوله اللي احنا شفناها امبارح قدام الارجنتين. ده ما يمنعش برضو ان برضو ما نقدرش نقول مقياس، يعني احنا السعوديه عندها مباراتين مهمين طبعا، مباراه في بولندا وفي المكسيك. طبعا فرصه السعوديه كبيره وهم تحديدا ان هم دلوقتي هم متصدرين المجموعه، لكن احنا شفنا ماتش مثلا بولندا والمكسيك امبارح، ماتش بولندا والمكسيك برضو المكسيك كانت بتلعب كويس يعني كانت افضل نسبيا من بولندا. ليفاندوفسكي ضيع ضربه جزاء مهمه، لكن ليفاندوفسكي امبارح ما كانش متواجد مع منتخب بولندا. لكن نتمنى ان السعوديه يستثمر الفوز اللي عمله مع الارجنتين ويحقق نتيجه على الاقل، يعني حتى لو تعادل هيبقى فرصه برضه السعوديه كبيرة. ده لازم يحصل، وخصوصا ان اللي حصل امبارح مش هين ومش شويه ومش قليل، واكيد بيشكل دفعه معنويه غير مسبوقه وحتى غير متوقعه بالنسبه لي. هي غير متوقعه، وعايز اقول لحضرتك نقطه، المنتخب الارجنتيني اول ما نزل اللقاء نزل كان فيها حته كبر شويه على الكوره. أيوة. وكره عمرها ما تدي. ده ميسي هو اللي اتكلم على فكره ده حتى عبر عن ده. انا ما تابعتش الصراحه التصريح بتاعه بس هو كان واضح جدا جدا ان هم كان في حته الكبر شويه على الكوره، وكره عمرها ما تدي لحد متكبر عليها شويه، فعشان كده كان الاداء في المقابل ان كان اداء المنتخب السعودي لا لعبوا مباراه قويه. طب اداء فيه كبر وكمان ضربه جزاء اتحسبت في وقت مبكر من اللقاء وعليها شكوك كانت كفيله بان هي برضو يعني تهبط كتير من معنويات المنتخب. ما هنا بقى دور ما حصلش كده، هم هنا بقى دور كان المدير الفني هيرفي رينارد. انا بقول لحضرتك في بدايه الكلام ان هم كان ما بين الشوطين، يعني انا يا ريت كان الفيديو موجود كنت تعرضوه، كان داخل في غرفه خلع الملابس بيعنف اللعيبه بصوره رهيبه، يعني كان بيعنف اللعيبه يعني محسسني ان كان اللعيبه ما كانتش بتلعب حلو، لا هو كان معنف جامد وقال لهم انتوا لازم تحترموا الجماهير، انتوا بتمثلوا بلد مهمه، والناس كلها كانت متعاطفه مع السعوديه. احنا كعرب طبيعي ان احنا يعني انا واحد من الناس، انا السعوديه جابت جون انا لقيت نفسي بكيت يعني طبعا احنا عرب طبعا يعني طبعا. عرب واحنا للاسف الشديد يعني دايما باصين احنا ما نقلش حاجه عنهم،